فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قام الإمام لثالثة في صلاة التراويح، إذا قام الإمام لثالثة في صلاة التراويح وبعد أن قرأ الفاتحة، يرجع إذا قام إلى ثالثة في صلاة التراويح يجب عليه الرجوع ولو شرع في القراءة. يقولون كمن قام إلى ثالثة في فجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم.